معنا من جنيف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي. أهلا بك دكتور حسني معنا على سكاي نيوز عربية. إذن دكتور حسني، اتفاقات كبيرة أو توافق كبير ما بين زعيمين الليبيين في هذا التوقيت، كانت كثير من الضغوطات مورست عليهما، لكن اليوم هناك خروج بأن يعني توافقا كبيرا قد حصل. ما درجة هذا التوافق دكتور حسني، وإلى أي مدى نتحدث عن كل القضايا أم بعضها فقط؟ يعني ممكن الحديث حول تفاهمات ما بين الطرفين، باعتبار أن هناك عقبة تم تجاوزها، وهي عقبة وجود حكومتين مؤقتتين في ظل الانتخابات. وكان الرأي العام السائد هنا بأنه في النهاية لا تناقض بين وجود الحكومتين وتنظيم الانتخابات، باعتبار قبل كل شيء أن هيئة مستقلة هي التي ستقود الانتخابات، وأن في النهاية حدود تدخل الحكومتين في العملية الانتخابية هي محدودة جدا. هذه نقطة مهمة لأنها كانت عقبة إضافية. أما قضية المسائل العالقة وما يسمى المسائل الخلافية التي لم تحل في طرابلس، فكما تعلم هي ما معروفة، هي قليلة جدا، خاصة بقضية من يحق له الترشح في الانتخابات، وكذلك صلاحية الحكومة التي تقوم بالانتخابات. لا يعني لا أستبق الأحداث لأن سيكون هناك مؤتمر صحفي، لكن الأجواء في جنيف جد إيجابية. المقترح الأممي هو حول أن الجميع يحق له الترشح، وبالتالي يعني تعتبر هذا نقطة مهمة، بشرط العدول على الجنسية الأجنبية. طيب. وأعتقد أن هذا يعني فعلا يعتبر اختراق مهم. دكتور عبيدي، لابد من الذهاب إلى مسألة انتخابات رئاسية التي تم التوافق عليها، الجميع يحق له الانتخاب، هل هذا يشمل أيضا الشخصيات العسكرية، الشخصيات التي سبق لها تولي مناصب، شخصيات المختلف عليها أيضا، يعني شخصيات معروفة أيضا، هل سيكون لديها الحق بشكل كامل في الانتخابات، يعني كل هذه الأطراف وبالتالي هذه المعضلة انتهينا منها؟ هي القضية كما تعلم هي يعني تتلخص في الانتخابات الرئاسية. هاي النقطة الكبيرة. صحيح. قضية الجنسية الأجنبية كما تعلم هناك سوابق في القانون الدولي وفي الانتخابات، أي أن شخصيات لديها جنسية أجنبية، وإشارة يعني واضحة للمشير خليفة حفتر، يمكن أن تعلن مثلا عنها التخلي، ربما هذا التخلي يكون مؤقت أو فقط بمجرد إشعار السفارة والقنصلية بأنه تأخلى على هذه الجنسية. لكن هناك تحفظ كبير من قبل الدول الفاعلة على ترشح شخصية أخرى، وهي النقطة الخلافية الخاصة بالأحكام القضائية. هل يجوز للذين صدرت ضدهم أحكام قضائية غير نافذة الترشح؟ المشكلة هنا ليست قانونية وإنما مشكلة دولية. هناك دول فاعلة يعني لا ترغب في ترشح نجل القذافي سيف الإسلام. هذه هي القضية الأساسية. يمكن رئيس الجمهورية بعد ذلك إذا تنحت شخصية مهمة على مهامها العسكرية وكذلك على الجنسية أن يقوم بإعادتها مرة أخرى إذا أراد. هذه هي دقائق الأمور، المقترح الأممي، لكن الإطار العام هو إطار إيجابي. دكتور عبيدي، بالطبع يعني الشيطان يكمن في التفاصيل، خصوصا في الشأن الليبي، دائما ما كنا نراه بهذا الشكل. سأذهب معك إلى مسألة الانتخابات، يعني سواء كان في شرق البلاد أو غربها، وجود ميليشيات، وجود حكومتين، كيف سيكون يعني هناك تجاوز لهذه المسألة؟ هل وصل أطراف لتوافقات حول هذا؟ يعني قضية الحكومتين متنازعتين لن تكون معضلة، وأعتقد ما قاله نوربلاند هو مهم في النهاية، وأعتبر هو تصريح يعني إيجابي، صحيح ويبدو للعيان بأنه متناقض، لكن انتخابيا لا مانع في النهاية بوجود حكومتين، وأصلا لا قوة كبيرة للحكومات، ونعلم من هي، هناك جهات أخرى ربما معارضة يمكن أن تقوض العملية الانتخابية. لكن دكتور عبيدي، كيف ستضمن نزاهة هذه الانتخابات في هذه المناطق مع وجود ميليشيات مسلحة مثلا؟
العملية الانتخابية هي موكلة إلى هيئة مستقلة، هذا يعني بالنسبة لي نظريا، وبالتالي الحكومة ولا الميليشيات إذا تدخلت في العملية الانتخابية فهذا يعني بطلان العملية الانتخابية، ثم أن يكون هناك ذلك يعني قبول من قبل الحكومتين أن لا تعترض على نتائج العملية الانتخابية، وكذلك أن لا تتدخل في سير العملية الانتخابية. المشكلة الآن هي في قدرة الميليشيات، قدرة الجيش الليبي، قدرة كل الأجسام المسلحة في ضمان سير العملية الانتخابية. من جنيف أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي، شكرا جزيلا لك.